بنرحب بمخرج عمل القشاش المخرج اسماعيل فاروق. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا فندم، منورين ومنورين القشاش كله. منورنا النهارده ببوابه اخبار اليوم، بنبارك لك على فيلم القشاش وعايزينك بقى تكلمنا عن الفيلم. اهلا باخبار اليوم معانا في التجمع القشاش اللي احنا عاملينه النهارده، حفله الفيلم يعني. القشاش حاله مصريه كده، فيلم بتدور احداثه من اسكندريه لاسوان، بيتكلم عن شعب مصر، طيبه التعاون اللي ما بين الشعب المصري، ازاي الشعب المصري كله في الازمات بيبقى ايد واحده. عاملين حاله سينمائيه كده في الصوره، طلعين جماليات مصر احسن من الفتره اللي فاتت، كانت كلها عشوائيات وبلطجه وحاجات كده. الفيلم مش علاقه بالبلطجه خالص على فكره، فيلم يعني ما هو الاكشن اللي فيه اكشن احداث يعني، ما ملوش علاقه بالبلطجه او العشوائيات او الكلام ده. بس هو بيتكلم عن شعب مصر والمصريين والترابط اللي ما بين كل الفئات، مسلمين ومسيحيين، وان ما فيش فرق ما بيننا، وان كل الناس واحد، وان وقت الشده انت ما بتركزيش ده ايه يعني. فالفيلم حاله هتعجب الناس قوي ان شاء الله، والصوره على وجه البصر يعني هتعجب الناس، لان احنا مصورين حاجات ما اتصورتش في مصر قبل كده يعني. نقول ان فيلم القشاش بيندرج تحت افلام الشعبيه؟ والله هو شرف للفيلم ان هو يبقى فيلم شعبي على فكره. يعني عايز اقول لك ان 80% من الشعب المصري شعبيين، فيعني يا رب نسعدهم. الناس دي عانت السنين اللي فاتت دي جامد قوي، فلما احنا ننزل بفيلم يبسطهم ويسعدهم ده شرف لينا كلنا، ان احنا نكون بنعمل الصناعه للناس دي. زي ما في 6 لواحد لفئه موجوده تانية في الشعب، اللي هو سولي هتقولي الراجل دلوقتي يعني موجود لفئه تانية يعني، فده موجود للفئه دي وده موجود للفئه دي، والناس كلها تتبسط في العيد، احنا بنعيد كلنا ان شاء الله. اختيارك لمحمد فراج انه يكون بطل لفيلم القشاش، ليه اخترت محمد فراج بالذات؟ من زمان وانا بشوف محمد فراج ان هو نجم. هي نظره كده بتبقى زي محمد رمضان كده، لما كان ما شاء الله محمد رمضان النهارده بقى نجم النجوم يعني. فنفس الحكايه برضو فراج، انا شايف ان هو ان شاء الله قد الفيلم وقد المسؤوليه، وهو حريه هما الاثنين حاله مع بعضهم ميكس كده. حريه فنانه برضو ممتازه جدا وهايله ونجمه، وعملوا هما الاثنين مجهود مع بعض بجد يبسط اي مخرج يعني يشتغلوا معاهم هما الاثنين. برافو عليهم وبرافو الكرو كله بتاع الفيلم، ناس كلها شقيت وعانت واشتغلوا في حظر واشتغلوا في ظروف واشتغلوا في كل حاجه يستاهلوا ان احنا نشكرهم عليها. انت سبقت الزمن عشان تطلع بالفيلم في العيد، لان انت طبعا واجهت تحديات كبيره لفتره حظر التجوال لما كان الساعه 7 وبعدين وصل لحد الساعه 12، فاكيد انت ده اثر عليك واثر ان في مثلا تكون اماكن انت كنت مقرر ان انت تصور فيها وبعدين غيرتها علشان الاحداث اللي كانت بتمر بيها البلد. مظبوط طبعا، بس احنا الاهالي ساعدونا كتير قوي يعني. الاماكن اللي صورنا فيها الاهالي ساعدونا قوي، وكانوا بيعاملونا بحب قوي، كانوا عارفين احنا بنعمل حاجه حلوه عن مصر كده وجميله، فكانوا لطاف قوي. فتلاقي حد بيجيب لنا ميه ساقعه، وحد جايب لنا بطيخ، وحد جايب لنا والله، وحد جايب لنا شاي، وحد الناس لطيفه قوي، ناس لطيفه جدا. ومصر عايزه تفوق كده، والناس عايزه تفوق، الناس اللي عايزه حد يبلطج على حد، ولا حد يشتم حد، ولا حد يعمل حد، الناس عايزه تفوق والبلد ترجع نظيفه وجميله تاني. الاحساس ده متملك كل الاماكن اللي انا نزلت صورت فيها، من اسكندريه والفيوم وبني سويف وقنا والاقصر واسوان. سميته فيلم القشاش على اسم القطر اللي هو اللي هو بيسافر من اسكندريه لاسوان ومن اسوان اسكندريه. لا لا، هو محمد فراج اسمه سيد القشاش، وده باين. لا 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 لا، هو الاثنين مربوطين ببعض يعني. هو في اول الاعلان بتاع الفيلم بيقول له انت ليه سموك القشاش؟ فبيقول له عشان لقوني حته لحمه حمراء في عربيه قطر درجه ثالثه. تمام، القطر درجه ثالثه ده اللي هو القشاش، فعشان كده سموه سيد القشاش نسبه الى القشاش. وانت بتحسي على مدار الفيلم ان انت راكبه القطر ده ماشيه في وسط الناس كده، راكبه بتركبي الناس الغلابه وبتركبي الناس الطيبه وبتركبي الناس. هو الفيلم معمول للناس دي، والفيلم لما بيبقى معمول للناس دي بالواقعيه دي للناس دي بيوصل قلوبهم. يا رب يكرمنا بالايرادات ان شاء الله. عايز اعرف وجهه نظرك في ارتباط الاعياد بالافلام الشعبيه، يعني احنا دلوقتي ده تاني عيد بعد العيد الصغير برضو بيشاهد حوالي 4 افلام شعبيه، هل ده مثلا ان دلوقتي الافلام الشعبيه بقت بتحقق ايرادات عاليه جدا عن الافلام العاديه مثلا سواء الرومانس او الكوميدي او كده او غيرها؟ هي الافلام الشعبيه فيها دراما حلوه قوي يعني. انت لما تتفرجي على كباريه مثلا او الفرح او ساعه ونص او القشاش او حين ميسره او دكان شحاته، الافلام دي بتلاقي كده حته عند الناس
بتلمسهم كده، بيحسوا ان هم ابويا وامي واخواتي البنات، فاهم الاحساس ده؟ قرب مننا، احنا اصل كلنا قريبين من بعض على فكره، يعني احنا ما بنتكلمش في الطبقه البعيده عننا، بنتكلم في الطبقه اللي كلنا زي بعض. لما بنعمل حاجه شبهنا، انت بتخش السينما تحس ان انا في بيتك، ودي مامتك، وده اخوكي، ونفس التصرفات ونفس الاكل ونفس الاطباق ونفس كل حاجه، والصواني والمطبخ وكل حاجه زي ما هي، زي ما عندك في البيت، زي ما انت بتشوفي، فتحسي بارتباط مع الافلام، وده بيبقى نجاحها بيجي من هنا. طب الخطوه الجايه بقى للمخرج اسماعيل فاروق هتبقى ايه؟ فيلم شعبي جديد. لا والله، هو ان شاء الله فيلم جديد ان شاء الله مع شركه دولار. احنا اتمتعنا جدا بشغله مع بعض، وناس محترمه جدا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه نعلن عنها بعد العيد، عشان تنورونا بقى في اللوكيشن مره تاني، لازم كل مره، ونقول لكم ان شاء الله ايه اللي هيحصل في اللي جاي باذن الله. بنتمنى لك النجاح للفيلم ان شاء الله باذن الله، ومزيد من النجاحات. جدا، ونورتونا، واخبار اليوم نورتنا في لوكيشن الأشاش، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد.